عبدي مصطفى بشار السيد صباحي محمد الأمين تمراس. إن إنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف سيعزز مبدأ التقاضي على درجتين، الذي يعتبر أحد أهم المبادئ الأساسية للقضاء، وهو ضمانة أساسية لتحقيق المحاكمة العادلة وحسن السير العدالة وضمان حق الدفاع. من ضمن المهام التي أوكل لها القانون أيضا إعداد تقارير سنوية حول نشاطها ونشاط المحاكم الإدارية التابعة لها وإرسالها إلى مجلس الدولة بغرض استغلالها في إعداد تقريره السنوي الذي يرفعه إلى السيد رئيس الجمهورية.